أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يشترط الاستحلال القلبي للكفر؟ هذا شرط من عنده، خليه عنده، أنا ما نقبله، لأن هذا مخالف للكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ماذا قال الله فيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يصرحون إنهم ما نووا بالقلب، ولا هم حتى جادين، وإنما هو مزح، يقولون الله كفرهم، كفرهم سبحانه وتعالى. فلا يجوز التلاعب بالدين، ويقول أنا أمزح، أنا ما قصدت، أنا ما يجوز التلاعب بالدين أبدا. نعم.